الحمد لله. طبعا هي هو ده اللي انا كنت قصدي عليه في الاول، الاحساس العام بتاع انك راكب الماتش من جا من اول لحظه. فابتدى لعيبه كوت ديفوار تاخد بالك من في لقطه مهمه قوي، او بالنسبه لي لقطتين حطيتهم قدام بعض بيحكوا لي قصه الماتش. اللقطه الاولانيه هي انك لو اتفرجت على الماتش بالراحه هتلاقي كميه لعيبه منتخب مصر وهي بتكلم بعض تاكتكس وتحركات وتوجيهات غير طبيعيه. كل اتنين لعيبه بيلعبوا مع بعض عاملين دويتو اكتر من رائع وعمالين يتكلموا مع بعض. لعيبه كوت ديفوار ما بتتكلمش تاكتكس، لعيبه كوت ديفوار عماله تفوق نفسها، عمالين يزعقوا لبعض وايه انتوا ايه احنا ما جيناش ليه؟ صح. فالفرق في العصبيه ده جه من اول شوط، علشان كده احنا كنا خايفين، لان احنا بطبيعه الحال احنا مصريين عايزين قلقانين وعايزين نكسب وننجز. بس اللي يتفرج على الماتش يعني لو جبت واحد هادي مش مصري ولا من كوت ديفوار هيحس ان مفيش امل كوت ديفوار ترجع.